صرتي أحسن؟ عن جد أنا آسفة. ما في شي مهم. إذا في مجال تعطيني سيارتك إبرو. لوين بهالليل؟ أنا حابة شم شوية هوا، بدي أطلع غير جو، مخنوقة كتير. طيب بتحبي روح معك؟ لا بطلع لحالي. ماشي مثل ما بدك، بس لا تتأخري ايه؟ مشان ما ينشغل بالي. اوف يسلموا ايديكي. صباح الخير. عدي يلا. ما رح أقدر أكل شي إبرو. أي لا ما بصير هيك، كلي لو بس لقمتين. يلا. طيب عطيني حبتين زيتون وما بدي شي تاني، عن جد مو قدراني أكل أبدا. إيه شو بده يصير؟ رح تتطلقوا يعني؟ ما بعرف لسه شي، ماني قدراني حتى فكر. يعني شو بالآخر؟ ما بعرف إبرو، ما بعرف لسه، وبترجاكي لا تسأليني هيك أسئلة ما بعرف جوابها. ماشي لا تعصبي، أنا عم أسأل إذا قررتي شو رح تعملي وبس. لا وما بدي يكون عبء عليكي أكتر من هيك. أصلي رح أزعل منك، أنا كنت عم أحكي بشي تاني. قصدي شو قررتي تعملي بأيامك الجاي؟ برأيي
تتركي الأمور تمشي لحالها، روحي على المشفى وشوفي شغلك، يعني كملي حياتك مثل ما كنتي قبل فرهاد. فاضية. كملي مثل ما كنتي. رح حاول. أنا رح أغير ثيابي. فيني أخذ شي من عندك؟ أكيد فيكي.